عدة قديسين ظهرت لهم العذراء لتوصل من خلالهم الرسالة السماوية، كالقديس دومينيك عبد الأحد مؤسس الرهبنة الدومينيكية، والقديسة كاترينا بوري الراهبة الفرنسية، والقديسة برناديت في لورد بفرنسا، وآخرين مثل لوسيا وفرانشيسكو وجازينتا. برنامج ظهورات العذراء، إعداد وتقديم الأب خالد كروم. راح نعرض موضوع ما نقدر اليوم نغمض عيننا عنه. في هذا البرنامج الذي هو ظهورات مريم العذراء سنتعرف على حقائق تحدث وشهود عيان.